الدكتور عماد جاد القيادي في المصريين الاحرار وعضو المكتب التنفيذي القائم في حب مصر. دكتور عماد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور عماد انا الاستاذ ياسر حسان عضو الهيئه العليا للوفد معايا حاليا على الهاتف، والوفد قرر استمرار المشاورات معاكم في حب مصر. هل الامور المعلقه ما بينكم وصلت لطريق مسدود ولا في امل على الاتفاق؟ لا ما اقدرش اقول انها وصلت لطريق مسدود، لا الامل لازال قائما في الاتفاق، لكن خليني بس اقول للاستاذ ياسر انه المساله لم تصل الى درجه التحفظ على اسماء في قائمه في حب مصر، لان الوفد ما عندوش اسماء ال 120 بتاعه قائمه في حب مصر، وبالتالي المفاوضات وصلت لمستوى انه طيب مكونات الوفد المصري مبدئيا تندمج مع قائمه في حب مصر وتتشكل قائمه مشتركة، واحنا اللي هي القائمة القومية اللي قال عليها الوفد من شوية. احنا مش بنقف قدام المسمى، يعني لا ما اصل احنا والله يا دكتور عماد عايزين نفهم، والله احنا بس مش فاهمين. وانا معاك، هو الفكرة انه لم تناقش هذه القصة، دخول الوفد ودخول مكوناته بتخلي القائمة قائمة قومية، بصرف النظر سميتها قومية سميتها اي اسم ثاني هتبقى قائمة قومية. القومة القومية يعني معناها ان القوى الرئيسية من الأحزاب مشاركة في القائمة. فالكلام اللي أنا المعلومات اللي عندي، يمكن الأستاذ ياسر يعني عنده معلومات تانية أنا ما أعرفهاش، المعلومات اللي عندي إن تم النقاش حوالين الشخصيات التي تأتي من الوفد المصري لتدخل في قائمة حب مصر. طيب يا دكتور عماد، يعني دكتور عماد ما كانش في أي تحفظات من الوفد المصري على أي أسماء في قائمة في حب مصر خالص؟ دي معلوماتي، قد اكون انا عندي معلومات قديمه. اصل استاذ ياسر بيقول كده، استاذ ياسر ارجوك اشارك معنا في الجزئيه دي، هل في اسماء بعينها زي ما حضرتك قلت طلبتوا او كان لكم تعليقات عليها في قائمه في حب مصر؟ هو زي ما كان بيان الوفد امبارح، حصل اجتماع ما بين اللي هو سامح في الجدل والدكتور احمد سعيد وما بين الدكتور سيد البدوي والمهندس حسام الخولي، وطبعا عندنا بيان طبعا باسماء التحالف يعني في حب مصر، عندنا اسماء يعني القائمه عند حضرتك بتاعت حب مصر. تم طبعا في كلام، واحنا بعتنا كمان قائمه ب 60، تم الاختيار منها زي ما نشر 20، واحنا يعني لسه في مناقشات حوالين هذا الموضوع. تمام. يعني ما نقدرش نقول احنا وصلنا طريق مسدود، لا طبعا ما زالت المشاورات موجوده، وانا شايف انه كلما يعني قدرنا نوصل الى دمج الثلاث النهارده ثلاث تحالفات. قائمة الوفد المصري وقائمة في حب مصر وقائمة في حوض مصر، الدكتور عبد الجليل مصطفى موجودة. لو قدرنا قدر الإمكان نخلي الثلاثة اتنين، خلي الاتنين واحد، كل مكان ده أفضل. أنا مع الوقت مش شايفه عائق، لأنه ال 360 في ثلاث قوائم أجروا الكشف الطبي وبعضهم أو معظمهم قدم ورقه بالفعل والثلاث قوائم جاهزة، يعني أعتقد إنه الساعات الأخيرة القادمة يعني. طيب دكتور عماد، يعني حضرتك سمعت اللي قاله الاستاذ ياسر، ولكن هل قائمه في حب مصر عندها استعداد ان هي تذهب وتكون جزء من قائمه جديده اسمها القائمه القوميه او اي مسمى جديد يقترح حزب الوفد؟ بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بسيطه، احنا اشتغلنا في قائمه في حب مصر وعملنا الانجاز اللي عملناه لانه كان عندنا جزئين، الجزء الاولاني مبدئين اساسيين، مبدأ الأولاني أنه لا محاصصة حزبية، مش بنتخانق على حزب مين ياخد كام. أيوه. مبدأ الثاني لا خناقة ولا خلاف حوالين المسمى، عشان كده بعدنا عن المسميات الحزبية، ما سميناهاش المصريين الأحرار ومستقبل مصر ومستقبل وطن ومش عارف، الكلام ده ملوش معنى، المسألة كلمة في حب مصر أو مصر الحبيبة، أيًا كان المسمى. تمام. مش 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 مش, مش محل خلاف، لكن العائق اللي افشل الجهود بين الاحزاب هي التمسك بان مين يدخل في مين، مين يجي تحت مين، مين يجي لمين، مين يروح لمين. القضيه مش كده، القضيه هل احنا جادين في اننا هنعمل قائمه مشتركه للقوى المدنيه تخوض بها الانتخابات؟ يبقى ما تقوليش بقى يجي يدخل عندي او انا ادخل عنده. وزي ما قال الاستاذ ياسر انا موافقه، احنا قائمتنا جاهزه والاحتياط بتاعها جاهز، اتصور ان الساعات الجايه حاسمه اذا تم الاتفاق، ما فيش وقت كبير يعني مش الوقت يسعف، لا احنا بنتكلم على مبدا ايه في اليوم الثلاث بكره قدامنا ثلاث ايام بالظبط، وبالتالي اذا احنا تخلينا عن الاعتبارات الشخصيه، تخلينا عن النرجسيه، تخلينا عن الكلام
التاريخي، يعني نقعد نتكلم في التاريخ ونقعد ندي بعض دروس ومين الاهم ومين يا اخوانا. احنا عايزين نشكل قائمه، شكلنا في حب مصر بين الاحزاب. طب دكتور دكتور عماد، يعني اليس في مصلحه في حب مصر ان تدخل بقائمتها المستقله بهذا الشكل، بهذا النسيج والفسيفساء من عدد من رموز المجتمع، ان هم يدخلوا بشكلهم ده بدون ان يندمجوا مع حزب اخر له حسابات اخرى؟ احنا بما انكم بتعبروا عن توجه معين. صح، احنا اشتغلنا مش على اساس محاصصه حزبيه ولا اساس حصص احزاب، اشتغلنا على اساس اختيار شخصيات. كويس، نمره 2 نجحنا في ان احنا نشكل القائمه والاحتياطي. نعم. نشتغل على الفردي دلوقتي. ايوه، في فرصه انه ممكن نتعاون مع حزب الوفد. حزب الوفد حزب عريق. مظبوط. كويس، وبالتالي لو قدرنا نوصل لصيغه يبقى خير وبركه، ما قدرناش احنا ماشيين في سكتنا. بس طيب انتوا حاطين حد زمني محدد ولا انتهاء مهله التقديم بس 72 ساعه؟ يا استاذ الفاضل احنا مش مهله التقديم، احنا بكره الصبح المفروض هنبدا نعمل التوكيلات للممثل القانوني عشان يروح يقدم بالقائمه، مش احنا اللي بنقدم. كل قائمه بيقدمها الممثل القانوني، وعندنا ممثل قانوني لازم يقدم الاوراق ويستنى الفيدباك، يستنى رد الفعل، يمكن يبقى في ورقه ناقصه في كذا، لان عارف ال 120 ال 60 ال 45 وال 45 90 اساسي واحتياطي، كل واحد مقدم حوالي 14 مستند ورقي، كل شخص الاصلي والاحتياطي، لو مستند واحد من ال 90 هيبطل القايمه كلها، يبطل القايمه كلها سواء في الاحتياطي او الاصلي. صحيح. فاحنا لازم على بكره الظهر نكون محددين، يا اما هنكمل بال 120 بتوعنا، يا اما هنفسح مجال لاحزاب ومكونات ثانيه. ده اللي اتمناه، اتمنى ان الوفد يدخل معانا. تمام. وغيره يدخل معانا، لكن لو فضلنا نتكلم بانه مين هيندمج مع مين، مين هيجي تحت مين، مين اسماء وحصص، اتصور انه يبقى محكوم عليها بالفشل. شكرا جزيلا دكتور عماد جان، شكرا لحضرتك.